كنعيش في هذه الفترة أزمة صحية بفعل انتشار سريع الوباء كوفيد-19 واللي عنده مخلفات كبيرة على المجتمع والاقتصاد الوطني، بحيث مجموعة كبيرة من المقاولات تضررت من وقع هذه الجائحة، وكين مقاولات اللي وقف النشاط ديالها بشكل كلي. في ظل هذه الأزمة، الدولة المغربية تاخدت مجموعة من التدابير الاحترازية، وعلى رأسها لجنة اليقظة الاقتصادية برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، واللي خلقت واحد آلية الضمان باسم ضمان أكسجين عند صندوق الضمان المركزي، واللي غادي يسهل ولوج هذه المقاولات المتضررة للتمويل. ضمان أكسجين غادي يضمن 95% ديال قروض الاستغلال الاستثنائية، واللي غادي تعطيهم البنوك أو جميع البنوك المنخرطة في هذه العملية. شكون هي المقاولات اللي يمكن لها تستفد من ضمان أكسجين؟ أنت مقاول وعندك مقاولة صغيرة أو متوسطة أو مقاولة صغيرة بزاف، رقم المعاملات ديالها ما كيتعداش 200 مليون أو كيتراوح ما بين 200 و 500 مليون درهم، وكتعاني من نقص في أموال تشغيل بفعل تداعيات أزمة كورونا، يمكن لك طلب الاستفادة من ضمان أكسجين. أشنو غادي يمول القرض المضمون من ضمان أكسجين؟ هاد القرض غادي يمول المصاريف الجارية ديال المقاولة، بحال أجور المستخدمين أو مصاريف الموضو والكرا، الممونين يعني لي فورنيسور إلى آخره. شحال غادي يمول القرض المضمون من ضمان أكسجين؟ القرض توصل حتى 20% ديال مجموع القروض الاستغلال ديال المقاولة. ما كافياش؟ ما كاين مشكل، تقدر تطلب أكثر، ولكن في حدود 3 شهور ديال المصاريف الجارية أو 20 مليون درهم، واللي هما السقف الأعلى. المقاولة ديالك ما عندهاش أي خط الاستغلال من عند أي بنكة؟ حتى أنت يمكن تولج القرض، لكن في حدود 3 شهور ديال المصاريف الجارية و 5 مليون درهم. كيفاش تقدر المقاولة تسدد هذا القرض؟ هذا قرض الاستغلال الاستثنائي ما غادي تسدده حتى لآخر سنة، أي شهر دجنبر 2020. ما قدرتيش؟ ما كاين مشكلة، يمكن البنك أنه يمدد فترة التسديد حتى 5 سنين. للمزيد من المعلومات ما عليك إلا توجه للبنك ديالك.